السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحمل. برج الحمل، صلوا على الحبيب الفتره دي واستغفروا ربنا على قد ما تقدروا. اما القراءه بتاعتك عامه ومفتوحه وهنشوف فيها ايه. فنجانك هيقول لك على التبشرات بتاعتك، على الحروف اللي هتظهر، على المواصفات. دايما فنجانك بيكون مرسوم يا برج الحمل، بس انا دايما احذرك من بومه موجوده في حياتك عماله تلعب دور البراءه وهي انسانه خبيثه. البومه دي واحده ست يا برج الحمل، مقربه ليك. ودلوقتي قراءتك هنشوف، مجرد ما هنفتح فنجانك هناخد الطاقه بتاعتك ونقول بسم الله، انزل باللايك وبالتعليق ونشوف فنجانك فيه ايه. يلا بينا. شايفين فنجان برج الحمل مرسوم رسم؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هنبدأ بالحاجات الحلوة اللي فيها طاقة إيجابية يا برج الحمل. بص يا برج الحمل، انت هنا صفيت علاقاتك مع كل الناس، صفيت علاقاتك مع أقرب الناس ليك. ليه؟ أقرب الناس ليك اتخذلت منهم واتخنت، أقرب الناس ليك هم اللي صدموك وهم اللي عملوا لك مشاكل كتير. رغم ان انت قطعت علاقتك، رغم ان انت متضايق، مش متضايق ان انت سبتهم ولا بعدت عنهم، لا، انت متضايق علشان الضربة جاتلك من اقرب الناس. يعني زي ما بيقولك ايه، ضربة الغريب، ضربة الغريب يا برج الحمل تقوي، ضربة القريب توجع. دايما كده، ضربة الغريب تقوي، ضربة الغريب تقوي، ضربة القريب بتوجع، بتوجع قوي. فانت موجوع، قلبك فيه نغزة بسبب الخزلات والطعنات اللي انت خدتها. بس ما تقلقش، ما تقلقش، انا شايفالك فرحة من بعد تعب، فرحة من بعد تعب. قول امين، اللهم امين يا رب العالمين. عندك فرحة حلوة جدا من بعد تعب، انت بتستناها من بدري. الله اعلم الفرحة هي ايه، بس الفرحة دي انت بتسعى من بدري علشان خاطر انت توصل لها، او عشان خاطر انت تتحقق، او الله اعلم يا برج الحمل. بس انت عندك فرحة خير باذن الله. عندك هنا قضية في المحكمة، دخلت في مشروع خسرته، مستني أرباحه، الله أعلم. بس انت هنا عندك قضية في المحكمة، والقضية المحكمة دي فيها انتصار ليك انت. انت هتطلع من القضية وانت في حكم العدالة، وانت في حكم الحاجة اللي انت مستنيها وانت عايزها. بس انت دايما تتفائل خير. بعد مواليد برج الحمل، انتوا هنا عندكم طفل تعبان او مستنيين خبر حمل. القراءة تنطبق على الجميع يا جماعة، لاما انتوا مستنيين خبر حمل، اما انتوا عندكم طفل تعبان وبتحاولوا ان هو تضموا عليه وزعلانين عليه. بعد مواليد برج الحمل، شايفة ان انتوا قطعتوا علاقتكم ورميتوا الماضي، او رميتوا الاشخاص اللي انتوا قطعتوا علاقتكم بيهم. صح يا برج الحمل، قطعتوا علاقتكم مع ناس كتيرة جدا، ومن اقرب الناس ليكم برضو قطعتوا علاقتكم. طيب برج الحمل، اكتر حاجة بتعاني منها واكتر حاجة عمدلك دوشة وصداع، هي ان انت وثقت في ناس ما تستاهلش، وايه، وحبيت ناس ما تستاهلش الحب، وناس هم اللي انت حبيتهم وقربت منهم هم اللي خذلوك. دايما يا برج الحمل انت بتدور على السعادة، وبتدور ان انت تعيش في سلامة وراحة، بتدور عليها في اي مكان، وعشان كده دايما عايز تغير مكانك وما عندكش راحة في ارض بيتك. بس انا شايفالك ان انت عندك تغيير مكان، ما تقلقش، عندك تغيير مكان. طيبة قلبك وقعتك في مشاكل كتير، طيبة قلبك دمرت حياتك بمعنى اصح. بس ما تقلقش، دايما ربنا بيحب الناس اللي قلبها طيب. بات مظلوم ولا تباتش ظالم يا برج الحمل، ما تقلقش، ربك كريم، ربك معافي، ربك الشافي، ربك القادر، ربك هيديك وهيرزقك وهيديك كل ما هو جميل في الحياة. بس انت دايما خلي عندك امل
في بكره. خلي عندك راحه، سعاده، دايما تفائل بالخير حتى لو مفيش خير في حياتك، دايما تفائل بالخير، ما تقلقش، عندك امور حلوه جدا جدا جدا. بص كمان يا برج الحمل، انت هنا يعني عايزه اقول لك ايه، فلوسك، الفلوس اللي انت كنت شايلها او مخزنها او الفلوس بتاعتك راحت فين؟ اتسرقت منك ولا حبيت حد ضحك عليك وخدها منك؟ اكتب لي في التعليقات، اكتب لي في التعليقات وقول لي فلوسك راحت فين. يا هل ترى فلوسك اتسرقت منك ولا حبيت حد وما يستاهلش الحب وخد منك فلوسك وبتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا فلوسك دخلت في مشروع وخسرتها؟ رد عليا في السؤال ده، فلوسك راحت فين؟ شقى عمرك ومجهودك اللي انت كنت بتعمله راح فين يا برج الحمل؟ اعز الناس هما اللي غدروا بيك ليه؟ اقول لك ليه، علشان انت وثقت فيهم، عشان انت قربت لهم زياده عن اللزوم يا برج الحمل، ومفيش ناس تستاهل. انت هنا يا برج الحمل قاعد ومتهيئ لك وقاعد على كرسي ومستني الترقيه ومستني النجاح في العمل او في الدراسه، صح يا برج الحمل؟ بص انت هنا قاعد وحاطط ايدك كده وبتقول يا رب انا هل هنجح؟ هتنجح. هل انا هترقى في الوظيفة اللي مستنيها؟ بالفعل هتترقى وهيبقى عندك حياة جديدة بإذن الله. عملت عملية يا برج الحمل انت، او في حد عندك ناوي يعمل عملية، وفي نفس الوقت انت مستني سفر او متهيئ لك ان انت عايز تسافر. اقول لك على حاجة تانية يا برج الحمل، وانتبه منها كويس جدا جدا جدا. انت هنا عندك ثلاث ستات، ثلاث ستات، الثلاث ستات دول تلاتة بومة، تلاتة بومة. أنا كنت دايما بشوف لك اتنين ستات بومة، دلوقتي شايفة لك تلاتة. التلاتة دول ممكن تكون أختك أو أمك أو أخت جوزك، أنا مش هحددهم لك بالظبط، بس هما تلاتة، تلات نسوان خبثاء، شكلهم مش حلو، شكلهم دايما بيدي على ناس إن هما خبيثة، ناس مش كويسين. برج الحمل انت في حد عندك هنا مسجون، او في حد عندك هنا مطعون او تعبان، الله اعلم الله اعلم. طاق طاق طاقة ايجابية، طاق طاق فيها امور حلوة جدا، عندك سعادة من بعد تعب وبعد مجهود، عندك سعادة من بعد تعب ومن بعد مجهود. ما تقلقش يا برج الحمل، رغم ان انت خسرت كتير ورغم ان انت حصل مشاكل كتير، بس اخر 15 يوم من شهر يوليو ده هيقدم لك نجاح وهيقدم لك دعم، وهتجيلك المكالمة اللي انت مستنيها من بعض الناس. نشوف فنجانك بيدل على ايه، وايه الرموز وايه الحروف وايه الطاقات اللي عندك يا برج الحمل. بسم الله ما شاء الله. برج الحمل زي ما قلت لك انت عندك نقلة جديدة، او انت عايز تشتري عربية او تشتري بيت، الله اعلم. السرقة اللي حصلت في بيتك اللي انا شفتها لك في الطبق دي، ده عندك تعويض من ربنا، والتعويض ده هيكون في كام حاجة. الكام حاجة دول، اما هيكون عندك ترقية في العمل او نجاح في دراسة او في مشروع في حياتك، او هيبقى عندك تعويض حد في حياتك حلو جدا هيكرمك. حصل عندك اجهاد، او زي ما قلت لك عندك ابن تعبان، والله اعلم يا برج الحمل. بص يا برج الحمل، الحروف اللي انا هقول لك عليها دول، يا هل ترى عاملين لك مشاكل ولا هم حروف سعاده عندك، ولا هم الناس اللي ظلموك؟ عندك حرف العين وحرف الام وحرف السين، حرف العين وحرف الام وحرف السين، الثلاث حروف دول. طيب قول لي الابراج دي، برج الثور والجوزاء والحمل، مين هم والدلو؟ برج الثور والجوزاء والحمل والدلو، مين هم دول؟ انت قطعت علاقتك مع حرف الميم ولا هو اللي عامل لك مشاكل؟ انت قول لي الحروف، قول لي حرف العين والميم والسين والبرج الدلو والتور والجوزاء والحمل، الاربع ابراج دول والثلاث حروف دول، ايه نظامهم في حياتك؟ مين هم اللي ظلموك ومين هم اللي غدروا بيك؟ قول لي يا برج الحمل وشاركني، عشان خاطر ايه؟
اقدر افيدك. طيب بالنسبه لصحتك يا برج الحمل، ليه دايما صحتك في النازل؟ ليه من وقت للتاني بتحس بالاكتئاب والحزن والهم رغم ان انت عندك انطلاقات جديده؟ بس اقول لك على حاجه، انت بتعاني من الحسد الشديد والسحر، ده عامل لك الم في الركبه، وعامل لك الم في المفاصل، وعامل لك صداع مستمر، ده بسبب عين وبسبب حسد. حد عمل لك حسد من الثلاث بومات اللي قلت لك عليهم دول، عمل لك نفور، خلاك تكره بيتك وتكره اولادك، وتدخل في مرحله انفصال وتكره الشريك دايما يا برج الحمل انت الفلوس اللي معاك بتبقى متبخرة، بتيجي لو جات فلوس بتيجي مشاكل، لاما بتيجي وتتصرف على حاجات انت ما تعرفش بتيجي لك منين، الصداع المستمر والحاجات اللي انت بقيت تنساها كتير، والحاجات اللي انت بقيت تفعلها وانت مش مدرك انت بتفعل ايه، ده كله بسبب السحر وبسبب العين. حاول يا برج الحمل تشرب مية كتير، وان انت تقلل من التوتر وتقلل من الحاجات اللي هي ملهاش مصدر بالطاقة الايجابية، يعني ابعد عن الطاقة السلبية. عندك دايما من وقت للتاني ضيق في التنفس، وبساعات بتصحى من النوم عندك ارهاق، اكتب لي الاعراض اللي انت بتحسها في الكومنتات. بيقال عندك ارهاق من لما بتصحى من النوم، وعندك ضيق في التنفس، وبتجيلك نغزه في صدرك كده وضربات قلب سريعه. ساعات بتنام على جنبك الشمال، صح يا برج الحمل؟ لما بتتخنق وبتحس ان انت اتخنقت، ساعات ما بيكونش عندك بيكون عندك عدم القدره مع التواصل مع حد، او ما بتبقاش عايز تتحدث مع حد، وبتقفل اوضتك وبتقفل بابك على نفسك، صح يا برج الحمل؟ دايما عندك سرحان، وبتدخل في حاله تبقى حاله مع نفسك كده، ما بتبقاش عارف تعمل ايه، بتبقى خيالك ساعات بيوديك على واسع، وبيوديك على حاجات انت ما بتعرفش بتجيلك منين. عندك كسل رهيب من بعض الامور، ساعات بتحس ان انت مكسح، بتبقاش قادر تتحرك من مكانك، حتى يعني حتى طعامك، حتى اكلك ما بتبقاش قادر تجيبه ولا قادر تعمل اي حاجة في حياتك. بقيت صحتك متلخبطة، ومواعيد نومك بقيت حاسس بخنقة على طول، وألم في الظهر مع ألم في القولون يا برج الحمل. حاول ان انت تزور الطبيب، حاول تاخد علاجك في وقته عشان خاطر ما تحسش بالهم والغم اللي انت فيه. بدأت تكتشف انه اقرب الناس ليك اللي هو اخوك او اختك او صديقكم او الصديق اللي عندكم ده، انه هو اكتر حد كان منافق وكان مش كويس في حياتكم، كان بيسبب لكم طاقة سلبية يا برج الحمل، كان بيسبب لكم طاقة سلبية، وكنتوا دايما بتفعلوا الخير وهم دايما بيقربوا منكم عشان خاطر المصالح بتاعتهم، صح يا برج الحمل الكلام ده؟ حد رمى سهمه عليك وطعنك يا برج الحمل، دايما دلوقتي بقيت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب بين الناس على حقيقتها، يا رب أنا واثق فيك، يا رب انا واثق في قدرتك، بقيت تقطع علاقات في حياتك. طيب دايما يا برج الحمل انت بتسأل بالك، بتقولي هل ترى الشريك بعد الانفصال في علاقة تانية، او كان بيخونك؟ بالحقيقة هو كان بيخونك الشريك، وكان في علاقة تالتة، وسبب انفصال مع علاقة تالتة. بس احب اقولك ان الشريك كان مضحوك عليه من واحدة ست، خدعته، مشيته في طريق مش كويس، عملت له مشاكل يا برج الحمل، خلته يقرب منها، وخلته يبعد عن حب حياته، خلته يبعد عنك وينفصل، وكان دايما عايز يحطمك. هي واحدة خبيثة، واحدة انسانة بدون اخلاق يا برج الحمل.
بص يا برج الحمل، انا شايفه لك هنا النفور اللي حصل بينك وما بين الشريك، عندك حد هيعوضك بالخير باذن الله. طيب بالنسبه للصحاب اللي غدروا بيك دول، اركنهم على جنب وابعد عنهم، وزي ما قلت لك دايما دور على الراحه والسعاده اللي في حياتك. واحب اقول لك تاني، خد حذرك كويس جدا جدا جدا، خد حذرك، انت محسود ومعمول لك سحر، في ناس بتكرهك وبتراقبك من بعيد. الناس دي منتظره تقع، منتظره توقعك، منتظره ان هي تاخد النعمه اللي عندك. انت احلامك بسيطه بس دايما بتحلم بالكوابيس وبالصداع، وبتحلم بحاجات كده بتضايقك وبتعمل لك تعب، بتعمل لك صداع، بتعمل لك مشاكل كتير. خلي بالك وخد حذرك، في ناس انت ما تعرفهمش بس هم عايزين يأذوك. بص يا برج الحمل، عايزك تنتبه كويس جدا جدا وتثق في ربنا ان ربنا قادر على كل شيء. بعض الامور عندك عامله لك مشاكل، حساسيتك الزايده، الياس، بتكتم في نفسك رغم ان انت ما كنتش كده خالص، انت كنت مصدر السعاده للناس، بس من كتر اللي مريت بيه اتخذلت، مريت بمراحل صعبه، ومريت بمراحل كتير جدا وحشه، طريقك دايما كان مسدود، بس رغم ان طريقك كان مسدود، رغم ان انت عندك تعرف على حد جديد في علاقتك العاطفيه وعندك انتصار باذن الله. ربك موجود، الناس اللي غلطت فيك وغلطت في حقك صدقني ربك موجود. الفترة اللي جاية دي ربنا هيغير مودك خالص وهيغير أحلامك، هتعيش أجمل أيام، هتحس بالوجوه الجديدة اللي هتدخل حياتك والمفاجأة الحلوة وحاجات كتيرة جدا فيها التحسن بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله تعالى. بس انت دايما قول يا رب واذكر ربنا. بص يا برج الحمل، اللي مزعلك هو عمرك اللي هو ضاع، او ايامك اللي راحت على اشخاص ما يستاهلوش محبتك، ما يستاهلوش اخلاصك ليهم. انت اللي مزعلك في حياتك هي طيبة قلبك وجدعنتك، تفائلك في الحياة لانك كنت معاهم جدع ومخلص. بس ما تقلقش ما تقلقش، ده بيدل على تربيتك وعلى نظافة قلبك وعلى معدنك اللي هو الاصيل. سيبك من الناس اللي هي دي كلها بوظت سمعتك واذتك وكسرت نفسك. ما تخليش دايما اللي مزعلك انه انت وثقت فيهم وما طلعوش قد الثقة، لا، العشم ده اللي انت بتعشمه في الناس بيغزلوك، ما تعشمش في حد يا برج الحمل. اللي انت زرعته هتحصده، اللي انت زرعته هتحصده، ما تقلقش. في ناس كتيرة جدا حواليك عايزة لك الخير، بس برضو في ناس كتيرة جدا ومنهم التلات بومات حواليك أسوأ من المرض. الناس دول عندهم حقد وعندهم غل وعندهم حسد ونقارين الجميل وإلالات الأصل، يعني انت عارفهم كويس جدا جدا. برج الحمل لازم تفهم كويس جدا ان العلاقات العاطفية مش مجرد علاقة حب وكلام فاضي، لا، دي علاقة للأبد. دايما انت بتدخل في علاقة الحب عشان مصدر السعادة وعشان خاطر الخير، ودايما حظك بيكون قليل. بس ما تقلقش، انا شايفة لك تجمع أسري وعندك راحة من بعد التعب بإذن الله. حاول ان انت الفترة اللي جاية دي تقلل من الطاقة السلبية، تعمل حاجات بتحبها. سيبك من وجع الكتف ووجع الظهر، عندك توفيق في حياتك في اغلب الامور باذن الله بفضل ربنا، عندك ارتباط وعندك شعور بالراحة، وعندك ان انت هتتغلب على امورك باذن الله. اغلب الاوقات بتشعر بالحزن من غير سبب واضح في حياتك يا برج الحمل، عندك ساعات شعور بالخنقة ودايما عايز تكون لوحدك وتبقى عندك عزلة. الشعور المستمر عندك بالكسل والخمول والحزن ده حاول ان انت تقلل منه وتبعد عن حالة الاكتئاب.
دايما قول يا رب اكرمني يا رب، ارزقني يا رب، ريح بالي. حاول ان انت تعالج حياتك يا برج الحمل عشان خاطر ما تدخلش في مشاكل انت مستغني عنها. انا شايفه لك حاجات كتيره جدا حلوه. الطاقه اللي انت بتقول الطاقه تحت الصفر والمشاكل اللي انا فيها دي، لا لا يا برج الحمل، رغم ان انت بتحس بالخنقه والامور المزعجه، انت عندك تحقيق هدف وتحقيق امنيه. حياتك العاطفيه هتبدا تتحسن. انت ناوي تعمل حاجه جديده في حياتك، ناوي تعمل حاجه جديده في حياتك. مستني حمل، مستني سفر، الله اعلم، عايز تشتري، عايز تعمل حاجات كتيره جدا حلوه. انا شايفه لك هدف حلو وتحقيق حلم باذن الله. والفتره اللي جايه هتدخل في طاقه حلوه وهيبقى عندك تامل. من بعض الوقت للتاني من كتر الخذلان والضربات اللي انت عشتها، بتحس ان انت ما عندكش قلب ولا عندك مشاعر، وبقيت انسان عايش في حياه لا بلاء. في شخص عندك بوشين، في شخص عندك بوشين بيتكلم كتير. صل على الحبيب يا برج الحمل. عندك حد كبير في السن بيدعي لك دايما، عندك حد كبير في السن بيدعي لك. عندك شغل جديد او عندك حاجة معينة، هتتعرف على حد جديد او هيبقى عندك انطلاقة جديدة، وعندك كذا امور حلوة جدا. بص يا برج الحمل، انا شايفه لك مستقبل خير، مستقبل رزق، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تفاءل خير، صل على الحبيب يا برج الحمل. انت عندك رحله حلوه جدا، عندك رحله حلوه، حان وقت تغيير حياتك، حان وقت ان انت تحط هدفك وتحط حلمك وتبعد عن الخنقه والضيقه والطاقه السلبيه يا برج الحمل. بص يا برج الحمل، الشخص اللي تعبان عندك ده قول له ما تقلقش، ربك هيفرج همك، ربك هيطلعك من الخنقه والضيقه والحزن، ربك هيشفيك، ربك المعافي. عندك حاجات كتيره جدا حلوه، يعني بدات ان امورك تتحسن. هتقول اموري ما بتتحسنش، لا يا برج الحمل، لا، امورك بدات تتحسن. رغم ان انت معمول لك سحر، رغم ان انت حياتك بايظه، بس على القناه موجود فيديو موجود على القناه، فيديو لعلاج السحر، اتمنى تسمعه وتقولي الوصفات اللي انت هتعملها في الفيديو. بص، يعني مش انت عايش في حرب، عايش في ضغط توتر ونفسي وتعب، بس ما تقلقش، بس ما تقلقش، الدنيا هتتحسن وهيبقى عندك امور حلوة جدا باذن الله. انا شايفه لك ان انت همك هينزاح، طاقتك هتكون ايجابية. انت بتمر بازمة مالية، بس عندك ترقية وعندك مشروع ناجح وعندك خير وعندك تعويض في السرقه اللي حصلت لك. انا شايفه لك امور حلوه، بس انت انسى الماضي وما تفكرش فيه، وما تحنش لحبيب ولا صديق ولا اخ، اي حد خدعك وبعد عنك ما تحنولوش، ما ترجعش لحد اذاك وسبك بمزاجه يا برج الحمل. ما ترجعش لحد اذاك وسبك بمزاجه، تمام يا برج الحمل. في حد في الطريق ناوي عدلك، في حد في الطريق ناوي عدلك عشان بيفكر فيك، وكل يوم يمسك تليفونه وعايز يكلمك، بس في حاجات بتمنعه، في حاجات بتمنعه. انت هتقف على ارض صلبة الايام اللي جاية، وهتحط النقط على الحروف. اوعى ترجع لحد عايز يعمل لك مشاكل. المكالمة اللي هتجيلك دي ما تستقبلهاش، ابعد عن اي حد يأذيك ويعمل لك توتر. رغم ان انت بتعافر وبتتعب، بس عندك خوف من بعض الامور. رغم ان انت واقف وبتعافر، بس انت عندك تكتف في حياتك، عندك نغزة يا برج الحمل، عندك نغزة.
بس ما تقلقش، انا شايفه لك حاجه حلوه جدا هتفرح. انسى الهموم وانسى الحزن وانسى الظلم وانسى كل ما هو مشاكل في حياتك. انا شايفه لك انطلاقات جديده وعندك تغيير جذري في حياتك وعندك انطلاقات حلوه وعندك فرحه باذن الله. طيب اقول لك حاجه وتفرح عشان اختم بيها، انت عندك حب جديد وعندك علاقه قويه يا برج الحمل، عندك حب جديد وعندك علاقه قويه، عندك كذا حاجة بإذن الله، عندك تسديد ديون، عندك تسديد ديون وعندك كذا حاجة هتفرح قلبك وهتديك طاقة إيجابية. وقول لي في الكومنتات انت عندك ايه من القراءة اللي انا قلتها والقراءة دي تنطبق عليك ولا لا. ربنا ربنا يكرمك ويريح قلبك ويسعدك ويهدي بالك ويأثر لك كل ما هو جميل في الحياة. ان شاء الله باذن الله رجوع حقك يجي لك لحد عندك. اتمنى لك الخير والسعاده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تصلي على الحبيب وتكتب تعليق جميل وتضغط لايك وتدخل وتشوف الفيديو بتاع علاج السحر والوصفات والاعراض عشان خاطر تطلع من الحيره والدوامه وتتاكد اذا كنت انت معمول لك سحر ولا لا. بس برج الحمل عنده سحر من الثلاث بومات اللي عنده. تحياتي ليك يا برج الحمل.